لآخر الوحدة خالص، تمام هنا، ونجيب المراجعة بتاعتنا أهي. ركز معايا. I am أنا أكون. أحمد حسام ما كنتش معانا أنت الوحدة كلها. اسمع النطق بتاعنا. I am يعني أنا أكون. goodbye مع السلامة بنقولها لما نخلص الكلام مع بعض وواحد فينا هيمشي، فبيقول لنا goodbye إلى اللقاء، مع السلامة، goodbye. لسه هنقابل حد دلوقتي وهنسلم عليه، هنقول له hello مرحبا، hello miss معناها الآنسة أو الأستاذة. miss عندنا الأستاذة منى أو الآنسة منى، بنقول لها مس منى، يبقى مس الأستاذة أو الآنسة. open معناها افتح. لما أقول لحد افتح شنطتك هقول له open your bag، هقول لحد افتح كتابك open your book، يبقى open معناها يفتح. open مستر معناها السيد، وبعدين نقول اسمه السيد فلان مستر، يبقى عندي مس الآنسة مستر السيد فلان. close ده عكس open، close يقفل، close your bag اقفل شنطتك، close your book اقفل كتابك. كلمات على حرف البي، قلنا حرف البي تاني حرف من الحروف الأبجدية من الألفابيت بيتنطق ب زي الباء في العربي، صوته ب ب ب زي bag book book، أول صوت معايا طالع في كل كلمة هو الصوت البي، ب book باك، باس باس، بيزي بي بيزي بي بيزي، بدأ بصوت البي وبي نفس الفكرة. بلو 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 اللون الأزرق، يبقى باج باس بيزي بي بلو باك، كلهم بادئين بنفس الصوت. خلاص قلنا طريقة الكتابة لحرف البي، قلنا بتتكتب على، تعالى كده نجيب القلم هنا اهو، قلنا بنسحب خط كده من خط السماء لغاية خط الحشائش، بناخد دايرة وبعدين دايرة تاني أكبر منه، ده البي الكابيتال، على ثلاث مراحل، نكبر هنا شوية، أدي الخطوة الأولى، بعدين ستيب نمبر 2 الخطوة الثالثة، هنعمل الدايرة اللي تحت، يبقى بتكتب على ثلاث مراحل، 1 2 3. خلاص ده الكابيتال، وكبير كده بيوصل من خط السما فوق خالص لخط الحشائش اللي هو تاني خط منقط من تحت، بس ما بينزلش لتحت خالص، الخط اللي تحت ده ما يلمسوش. انا سامع حد فتح المايك، لو سمحت اقفل. بعدين البي السمول، تمام قلنا زيه برضو من الحروف العاليه بتوصل لخط السما، لكن ليه دايره واحده بس من تحت كده، يتكتب على خطوتين، 1 2. خلينا متفقين اللي الاقيه فتح المايك هيطلع بره الميتنج خالص، عشان بس ما حدش يزعل، انا عملتها مع اكتر من واحد يعني. يبقى البي الكابيتال ثلاث مراحل، البي السمول مرحلتين فقط لا غير. ده بالنسبه لطريقه كتابه حرف البي، وقلنا صوته من شويه. To introduce yourself علشان تقدم نفسك، تمام؟ عندنا بنسال عن اسم الشخص، نقول له What's your name؟ يعني ما هو اسمك؟ What's your name؟ What's your name؟ اسمك ايه؟ هو يرد عليا يقول لي I am، يعني انا اكون، لكن كلمة اكون ما بنقولهاش بالعربي، بنقول انا وخلاص. انا، يبقى I am نترجمها انا. I am ايه؟ اقول اسمي. I am اميرة، I am هاني، I am يوسف، ايا كان الاسم. What's your name؟ I am شهد. What's your name؟ I am احمد. What's your name؟ I am حمزة. What's your name؟ I am ياسين. What's your name؟ I am احمد، وهكذا. بعدين ازاي نتبع التعليمات في الفصل؟ نقدر ننفذ التعليمات من خلال فهمنا للجمله. لما حد يقول لي open your bag يبقى هفتح الشنطه بتاعتي، close your bag يبقى هقفلها، open your book يبقى هفتح كتابي، open your او close your book يبقى هقفل كتاب. عندنا play معناها يلعب، play shake hands معناها يصافح باليد، يعني بيسلم على ايه؟ يسلم عليه بايده، shake hands. وقلنا الدي مش بتتنطق، وقلنا الاس بتتنطق زي، shake hands. ده ملخص الوحدة الاولى اللي هي بعنوان hello. نبدأ الامتحان، ونبدأ بمين؟ بأحمد محمود. احمد
افتح المايك ورد عليا. listen and circle، تمام، استمع وضع دائرة. كلمة باص تنطبق على أي صورة من دول؟ فين الباص في الثلاث صور دول؟ ها معلش يا مستر، خلي حد يجاوب غير أحمد، الأذان جنبنا مش هتعرف تسمع منه. شهد وليد تتفضل. الإجابة اللي بعدها يجاوب هو. شهد وليد، شهد معلش وليد، حضرتك يا مستر، باص، فين الباص هنا؟ في النص. اللي في النص، تمام، برافو عليك. أحمد حسام، أحمد هتجاوب معانا يا أحمد ولا هتقعد تتفرج علينا بس كده؟ أحمد أنا حسام، اللي هقول. أحمد حسام جاهز؟ طيب أحمد محمود أنت بعده، يا أحمد محمود اقفل المايك أنت بعده، حاضر أنت بعده. أحمد حسام اتفضل. أي أم منى، فين أي أم منى يا أحمد حسام؟ هنا. أحمد حسام هترد عليا ولا لأ؟ أحمد محمود يتفضل. أي أم منى، فين أي أم منى؟ هنا أحمد محمود. النص اللي في النص، في حد داخل معانا؟ خلاص يا أحمد يا محمود اقفل المايك. يلا أنا اقفل المايك. في حد، في حساب داخل باسم جالاكسي، ده مين؟ أحمد. أحمد مين؟ حسين. ما كان مكتوب اتش تي من شوية، الاسم اتغير. ماشي يا أحمد حسام اتفضل جاوب بقى. لوك أند سيركل، انظر وضع دائرة. أنت سامعني يا ابني ولا مش سامعني؟ لا سامعينك، سامعينك بس طيب هو اللي البنت دي، البنت دي بتعمل أوبن ولا بتعمل كلوز؟ هي قفلت الكتاب أهو، فهي دلوقتي قلنا لها إيه عشان تقفله؟ قلنا لها أوبن يور بوك ولا كلوز يور بوك؟ يبقى هي بتعمل كلوز، كلوز. اقفل المايك يا احمد. حمزه اتفضل. احمد يا حمزه اتفضل اقفل المايك يا احمد حسام. حمزه شيك هاندز ولا جود باي؟ الصوره دي تعبر عن اي كلمه؟ شيك هاندز، شيك هاندز. اقفل المايك، شكرا. ياسين ده بيعمل هلو ولا بيعمل بلاي؟ رد عليا ياسين، هلو اور بلاي؟ هلو. ده بيعمل هلو؟ بالله عليك يا شيخ ده بيعمل هلو؟ انا واحد يا مستر. هو انت جاوبت على اي واحد يا مستر؟ انا يا مستر، انا اللي فتح الباب. ماشي. انا معاذ، معاذ مين؟ معاذ الحساب اللي باسمه معاذ يرد عليا. نعم. اسمك ايه يا حبيبي؟ معاذ. معاذ، طب نقفل المايك يا معاذ وتبقى تمليني اسمك لما تدخل السيشن عشان تاخد دورك مع زمايلك. اقفل، انا كتبت اسمك اهو، لما يجي عليك الدور افتح، ما تفتحش غير في ميعادك. جود باي يا مستر. يا بابا انا هنا اهو، هنا اهو الماوس اهو اهو. الولد ده بيرص مكعبات، بيعمل هلو ولا بيعمل بلاي؟ دبلي. احمد محمود هنا جايب لي ثلاث كلمات يا احمد، تعرف تقراهم؟ صفحه غلط. احمد محمود بوك، اوكي، باج، باج، هانز. طيب هنا هي قلنا لها، قلنا لها المعلومه دي، التعليق، التعليمات، اوبن يور ايه، ففتحت الكتاب. اوبن يور بوك ولا اوبن يور باج ولا اوبن يور هانز؟ طب ينفع يعني ايه ده؟ سيشن برضه، ده سيشن. حاسس ان انا قاعد في الشارع. open your book ولا open your bag ولا open your hands؟ دي ايه بتعمل ايه بقى؟ طب يلا ايه؟ رد على المستر.
طيب انا هطلع وادخل تاني يا جماعه، معلش انا هغير اعدادات الفيديو عشان اللي هلاقيه يعمل دوشه هطلعه بره الميتنج، بس هغير الاعداد وارجع لكم تاني. تمام، احمد محمود موجود وحمزه ومعاذ وسيف الدين. تمام مش ياسين احمد موجود. ماشي يا ياسين، ماشي يا ياسين، اوكي. طيب الدور كان على احمد محمود، احمد محمود وجاوب اعتقد. دلوقتي الدور على معاذ، اتفضل يا معاذ. همس هنا بيقول لي بس ناقص حرف كلمة بس، يا ترى حرف ايه ده؟ البي. تمام، بس بي، ممكن نرجع نكتبه بعيد شوية هنا عشان يبان. تمام كده اوكي. ده معاذ جاوب. هنروح لشاهد وليد، اتفضل يا شاهد. باك، حضرتك مستر. باك ناقص حرف، باك كي كي. كي تمام، برافو عليك. احمد حسام اتفضل. كلوز، كلو او كلوز، ناقص حرف ايه؟ احمد حسام معانا لسه ما دخلش، يبقى ناخد حمزه. اتفضل يا حمزه، اتفضل يا استاذ حمزه. كلو او. تمام. ياسين، ياسين اتفضل. open your bag، open your bag. تمام، ها البنت هنوصلها بمين؟ البنت. البنت ماسكه باج؟ لا، الولد. تمام. احمد محمود اتفضل. احمد محمود، احمد محمود، احمد محمود داخل طالع. معاذ اتفضل لغايه ما يرجع اهو. معاذ نمبر 2، تعرف تقراها؟ ها ايه الكلمه دي؟ جود باي. فين اللي بيعمل جود باي في الصور هنا؟ اللي فاتح الباب. ايوه ده بيعمل، بيقول لنا مع السلامه وماشي وجود باي. تمام، يبقى فاضل اوبن يور بوك اللي هي دي، افتح او افتح كتابك. طيب شاهد وليد سامعني؟ عايزين نرتب كلمة بلو، بلو أزرق، عايزين نرتبها. بي بي كي قول حرف ايه في بلو؟ رتب كلمة بلو. مين اللي طلب منه يرتب كلمة بلو؟ يا جماعة اقفلوا المايك، يا أحمد يا محمود أنت عامل لي مشكلة في السيشن. اقفل المايك يا حبيبي. أنا دلوقتي السؤال لشهد، ما اسمعش غير شهد بعد إذنك. يلا يلا يا شهد، بي ال. ها يو اوكي اي. ايه ليه خدت وقت طويل قوي كده؟ أحمد حسام، عايزين نرتب كلمة هلو، تعرف ولا لسه ما حفظتهاش؟ أحمد حسام معانا؟ طيب حمزة، رد عليا يا حمزة، عايزين نرتب هلو. مين حضرتك يا مستر؟ اتفضل يا حمزة. اتش اي ال ال او. تمام، اتش اي ال ال او، برافو. ياسين، كلمة باك. ازيك يا مستر؟ اقفل المايك احمد حسام، اقفل المايك لغايه ما يجي عليك الدور. تمام حبيبي. بي يو ما فيهاش يو. بي ماشي، استنى ما اشوف احمد حسام عايز. ايوه يا احمد يا حسام، عايز ايه يا بابا؟ عايز احمد بيقول لك اسمه احمد حسين. حسين ماشي خلاص. طيب اقفل المايك يا احمد حسين. احمد حسين اوكي ماشي. ياسين، باج. بي اي شي جي يا بابا، بي اي جي، بي اي جي، باج، باج ج ج. تمام، الج ده صوت الجي. خلاص يا ياسين. احمد محمود اتفضل، ده دورك يا احمد. هنا بيقول لي listen and circle. يا احمد هتسمع الكلمه وتشوفها هل فعلا الكلمه دي
هي نفسها الصوره ولا لا؟ طيب اول صوره جايب لك الاتوبيس وكاتب تحته باج، هل الكلام ده ترو صح ولا فولس خطا؟ لا غلط. طيب برافو عليك، اقفل المايك بقى. شكرا يا احمد، شكرا حبيبي، اقفل المايك، برافو عليك. معاذ هنا، هل اللون ده فعلا بلو ولا لا؟ صح. اقفل المايك، شكرا حبيبي، الف شكر، شكرا على الاجابه الصح وشكرا على قفلك المايك بسرعه. شهد وليد، هل الصوره دي اسمها بي؟ بي غلط. خطا. امال اسمها ايه يا شهد؟ باج. اسمها باج، تمام. copy the following sentence، ازاي بننسخ الجمله؟ بتكتبها بخط كويس، تاخد مسافه ما بين الكلمه الاولى let's والكلمه الثانيه play، تمام. الجزئيه دي معناها سهله بس الناس بتقع فيها. قلنا ال L من الكابيتال من الحروف العاليه، بعدين ال E تبقى وسط السطرين، ال T بتطلع سنه صغيره فوق خط الطائره بحاجه بسيطه، بعدين الابوستروفي تبقى من فوق، ال S وسط السطرين ما بين البلين لاين والجراس لاين وخط الطائره اللي هو المنقط اللي من فوق ده وخط الحشائش المنقط اللي تحته، بتاخد مسافه وبعدين تكتب البي. البي من الحروف اللي بتنزل لتحت الخط الدوده، يعني بتجيب اخر خط من تحت خالص، بعدين ال سمول بتجيب خط السما فوق، الاي وسط السطرين، الواي من الحروف اللي بتنزل لتحت، تخلي بالك وانت بتكتب وبعدين تكتب الفول ستوب. يبقى عندنا حرف ال L مكرر مرتين من الحروف العاليه بيلمس فوق خلاص، وعندك البي والواي من الحروف اللي بتنزل لتحت خلاص. هو المفروض ينزل خط الدوده تحت هنا بس الخط بتاع الكمبيوتر نفسه مش مساعدني في كده، لان كل خط بيتغير درجه الطول بتاعته لتحت على حسب نوع الخط، هو مش مديني غير نوع واحد هنا خلاص. احمد حسين هو اللي عليه الدور، سامعني يا احمد؟ يا مستر. تمام احمد حسين، خليك معايا. هنا مديني كلمات بيقول لك لوك اند نمبر، جايب لي بلو وباج وباك وبيزي بي، وجايب لي اربع صور وبيقول لك خد الرقم من كل كلمه هنحطه في قصاد الصوره بتاعته. ايه رايك نعمل القصه دي؟ اتفضل. يعني كلمه بلو هي نمبر 1، فين بلو في الاربع صور دول؟ هنا فين؟ يعني قول لي هي ايه؟ انت شايف ايه قدامك؟ البلو. ايوه اللي هو ايه؟ اللي هو الشنطه ولا اللون الازرق ولا الازرق؟ اللون الازرق، يبقى هي دي تبقى نمبر 1. تمام. شكرا يا احمد، اقفل المايك يا حبيبي. حمزه اتفضل. حمزه. باج. باج، فين الباج يا حمزه؟ شنطه. باج اللي هي الشنطه. تمام، هتبقى هي دي نمبر 2. شكرا يا حمزه، اقفل المايك. ياسين يفتح ويقول لي باك، فين الباك هنا؟ باك فوق النحله. الكتابه هو اللي فوق النحله. يتبقى لنا البيزي بي النحله النشيطه، ما فاضلش غيرها، هتبقى هي دي نمبر 4. طيب تمام، نروح نجيب الدايره اللي احنا هنعملها دلوقتي على الصوره وناخد الاستاذ احمد محمود، بيقول لي listen and circle، استمع وضع دائره. مس منى، فين مس منى هنا يا ابو حميد؟ فين مس منى في الثلاثه اللي فوق دي؟ الاخيره. شكرا يا احمد، اقفل المايك. معاذ نمبر 2، كاتب لي كلمه هالو اهي، فين اللي بيقول هالو؟ اخر واحده. اخر واحده، شكرا يا معاذ، عندك دوشه جامده، اقفل المايك. تمام. شهد وليد، احنا قلنا يا جماعه الاونلاين بيبقى جميل جدا لو اخترنا اوضه هاديه بقدر الامكان، يعني قدر الامكان. شهد وليد، شهد وليد هنا بيقول لي جود باي. جود باي فين؟ الاولى، هو الاب الفاذر بيعمل جود باي لاسرته. طيب احمد حسين اتفضل يا استاذ احمد. نمبر 4 هنا، كلمه باك، فين باك في الثلاث صور دول؟ هنا. لا كلمه هنا انا مش شايفك، انت قول لي الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ الاولى. برافو عليك، الاولى. تمام حبيبي، اقفل المايك. حمزه يفتح. حمزه
نعم. بيجيب لي كلمتين يا حمزة قصاد كل صورة، يعني مثلا البنت من شعر أشقر دي بيقول لي دي أميرة ولا يوسف؟ أميرة. سؤال صعب جدا يعني، سبحان الله، أكيد طبعا هتكون أميرة. ياسين، في الصورة اللي جنبها البنت دي بتعمل هلو ولا بتعمل شيك هاندز؟ هلو. هلو، تمام. بالنسبة للصورة الثالثة يا أستاذ أحمد محمود، صورة الأتوبيس اسمه باص ولا بلو؟ باص. باص. طيب نقفل. معاذ اتفضل افتح المايك. بيقول لي هنا باك. لا، باج ولا باك؟ باج اور باك؟ باك. باك، شكرا. اقفل المايك. شكرا واقفل المايك. تمام. نروح لتكملة الامتحان ده من كتاب الباهر، نرجع لشهد وليد تاني. شهد وليد، حضرتك مستر. تمام. هنا كلمة هلو ناقصة ايه؟ هنا اهو كلمة هلو ناقصة ايه؟ ناقصة حرف هنا، اسمه ايه الحرف ده؟ اي. تمام، ناقصة حرف الاي. طيب الأستاذ أحمد حسين، جود باي. جود باي ناقصة حرف ايه؟ كلمة جود. جود. او لا مش عارف. هو طيب ينفع كده؟ ينفع كده يا جدعان؟ ينفع. عموما مفيش مشكله، بناخد خبره برضو. ماشي، مفيش مشاكل. طيب حمزه، حمزه حضرتك يا مستر. اتفضل يا حمزه. باج ناقصه ايه؟ حرف الاي. حرف الاي، ماشي. طيب تمام. ياسين، شكرا يا حمزه. ياسين، كلمه اوبن ناقصه حرف ايه هو؟ اوبي. اي اي حرف الاي. حرف الاي، صح. طيب احمد محمود، بلو. بلو، ب بلو ده صوت ايه ده يا احمد؟ صوت حرف ايه؟ احمد محمود افتح المايك ورد عليا. هذا ما مستر. حرف ايه ده اللي ناقص؟ بلو. احمد محمود طلعته بره السيشن لغايه ما يلتزم بقواعد الاونلاين، وفي واحد تاني احتمال يطلع دلوقتي. معاذ اتفضل. معاذ اتفضل. حرف البي. حرف البي، تمام، شكرا. شهد وليد، شهد وليد. طيب هنا يا شهد بيقول لي باك ناقصه حرف ايه؟ بي. حرف البي، تمام. عايزين نرتب الكلمه دي يا احمد قدر المستطاع، وانا هساعدك. play. play تبدا بحرف البي، يبقى ناقصها ايه؟ تمام. احمد حسين، play. افتح المايك يا احمد. لا لا، حرف ايه ده؟ لا، الصوت اللي بعد البي. play. play. ها ان ال بعدين play. ها يبقى اي واي. اي واي. بي ال اي واي، نحفظها مع بعض. play يلعب. بي ال اي واي. بي ال اي واي، تمام. الدور على حمزه، اتفضل يا حمزه. بلو، عايزين نرتبها، اولها حرف البي باللون الاحمر اهو. يلا يا حمزه، انا عارفك هتحلها لوحدك. بلو. بي او وار يو. ايه، برافو عليك. طيب كلمة جود باي هي طويلة شوية يا ياسين، ماشي، بس هنحاول نعملها مع بعض. جود باي، تعرف ترتبها؟ تبدأ بحرف الجي. جود. جود يبقى او او. جود د د د يبقى حرف الدي.
تمام. باي 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 بي واي اي جود باي. نحاول نحفظها مع بعض. جي واي او دي بي واي اي. تاني جي او او دي بي واي اي. جي او او دي بي واي اي جود باي. مش هناخد اللي هناخد اللي بعدها بوت. ماشي خد اللي بعدها بوك. يلا اعملها انت. مي او او تمام. هي اوكي شاطر ياسين برافو عليك. تمام الدور بعد كده هيكون على احمد محمود. احمد محمود احمد محمود احنا طلعناه بره السيشن خلاص مشته باسمه. معاذ اوبن اوبن او بي اي ان او بي اي ان تمام برافو. كلوز يا شهد كلوز. سي كلا لا يبقى حرف ايه؟ ال كلوز ايوه او او كلوز ز. اس اس بس بتتنطق زي وبعدين اي ما بتتنطقش. تمام حلو خالص. جاب لي هنا كلمتين باج واوبن وبيقول لي يور باك يا احمد حسين. يا ترى هقول له ايه؟ باج يور باك ولا اوبن يور باك؟ اقول إيه؟ لما اقول له افتح كتابك اقول له باج يور باك ولا اوبن يور باك؟ اوبن اوبن يور باك. تمام يبقى هنا كلوز يور باج. كلوز يور باج. يا ترى في اسئله ثانيه ولا لا؟ ايوه. طيب اقفل المايك. طيب خلاص حمزه. يا حمزه استاذ حمزه بص يا سيدي هنا جايب لك ايه؟ ده تلوين. هنا بيقول لك look find and circle. هنعمل ايه؟ هندور على الكلمة الموجودة ونعمل عليها circle. يعني مثلا أميرة. أميرة ما فيهاش حرف البي فإحنا حددنا كده دي كلمة ايه؟ أميرة. طيب هنا بيقولوا البعض hello. تقدر تحدد لي فين كلمة hello هنا؟ H لغاية فين؟ لغاية فين احددها؟ لغاية فين؟ او لغاية حرف الاو تبقى كده hello h e l l o. يبقى الام دي بره صح؟ شكرا يا حمزة. ياسين عايزك تحدد لي كلمة play. play يلعب في الصورة دي. ها p l p l ايوه بعدين a ها واي. تمام في حاجه تاني؟ لا. طيب كلمه باص يا معاذ. كلمه باص الاقيها فين؟ من اول الاس لل من اول البي. احنا بناخد من الشمال من اول البي لغايه الاس تبقى كده بي يو اس. بي يو اس. التمرين ده مفيد جدا بيحفظك الكلمات من غير ما تحس. طيب هنا look read and take. الدور على شهد وليد. شهد وليد احنا بنحل من كل الكتب الخارجيه اهو ايا كان الكتاب الخارجي اللي معاك احنا حليناه يعني. تمام الدور هنا على شهد وليد. يا ترى الاثنين دول بيعملوا كلوز ولا بيعملوا شيك هاندز؟ شيك هاندز. برافو عليك. احمد حسين الاثنين دول بيعملوا هالو اور جود باي؟ بيقولوا البعض هالو ولا جود باي؟ الاثنين لسه بيسلموا على بعض يا احمد حسين. احمد حسين ركز بيعملوا يعني دلوقتي واحد هيسلم على الثاني لسه مقابلين بعض هيقول له صاحبه هالو ولا يقول له جود باي؟ هاي يقول له هاي او هلو لكن احنا الوحده بتاعتنا فيها هلو. هاي وهلو الاثنين واحده.
بس الوحده بتاعتنا احنا بعنوان هلو. طيب حمزه نقفل المايك. احمد حسين وحمزه حضرتك يا مستر، الولد ده بيعمل بلاي ولا بيعمل اوبن؟ بلاي مستر. نعم، مين اللي بيقول مستر؟ احمد حسين انت فتحت المايك تاني ليا، انا هقفله لك انا. مستر. شهد وليد. حضرتك مستر. شهد وليد، هنا عايزين نسمع الكلمات بقى. هاني اكتبها ازاي؟ يلا. اتش اتش اي 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 ان واي ان واي اتش اي ان واي هاني. خلاص ده خدها واجب. انت الدور عليا ياسين احمد. لا ياسين لسه دورك بعد حمزه. الدور كان عليك، كان على ياسين احمد، كان على ياسين احمد. ماشي ياسين معلش. بص الصفحه دي هناخدها واجب، صفحه 41. تمام، يعني اكتب عندك كده في الشيت اللي انا بعته لك على الجروب، صفحه 41 في كتاب الكتاب جيم ده واجب هتسمع لي فيه الكلمات دي. خلاص، ونروح للصفحة اللي بعدها. هنا برضو امتحان. افتح ياسين المايك ورد عليا. ياسين معايا؟ يلا ياسين. هنا بيقول لي listen and circle the correct word. هتسمع الكلمة، ده تمرين مختلف بقى. تسمع الكلمة، الكلمة اللي تسمعها هي اللي هتعمل عليها circle، تقول لي اللي فوق ولا اللي تحت. يعني مثلا نمبر 1، انا هختار من الكلمتين دول اللي شايفهم انت قصادك كلمه بس، هي دي اللي انا نطقتها. بس بس، يا ترى بس اللي فوق؟ برافو عليك كده، تمام. طول ما انت عينك على الكلمه هتعرف تقرا كويس. معاذ بيقول لي يا معاذ هنا نمبر 2 هختار منهم بلو. بلو، يا ترى اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت. اللي تحت، برافو عليك. طيب شهد وليد، شهد وليد هنا هختار بيزي بي. بيزي بي، بيزي لفوق ولا لتحت بقى؟ بيزي بي في نمبر 3 اللي تحت، تمام كده. احمد حسين، احمد حسين بيقول لي هنا ريد اند ماتش، هتقرا انت بنفسك الجمله دي وتوصلها بصوره من الثلاثه دول، واخد بالك؟ صورة من التلاتة دول. اتفضل اقرا. Hello. أيوة. I am يوسف. Hello, I am يوسف. هوصلها بمين في دولة؟ مين في دولة يوسف؟ ده الأخير. الأخير، حلوة كلمة ده. طيب اقفل يا أحمد، وحمزة يفتح معايا المايك ويقول لي الجملة دي ويوصلها. Read this sentence. اقرا الجملة دي يا حمزة. Open. Open. Your bag. Your bag. فين بقى دي؟ Open. بالنص. اللي في النص، قصادها على طول. Open your bag. افتحي شنطتك. ياسين هيقرا الجملة الأخيرة ويوصلها. ها؟ يلا ياسين. Shake hands. Shake hands. تمام، shake hands. يبقى Hello, I am يوسف. Open your bag, shake hands, shake hands. معاذ، يا معاذ. يا مستر. يا مستر. آخر سؤال معانا يا معاذ النهاردة. Hello, I am open. أميرة. I am أميرة. Hello, I am أميرة. هتبقى دي طبعاً open your bag. Open your bag. طيب يا ترى عندنا اسئله تانية ولا داخل في الوحده التانية؟ لا لسه في شغل اهو، كويس تمام زي الفل. الدور على شهد وليد. اتفضل. اتفضل يا شهد. حضرتك بس هنا كلوز يور بلاي ولا كلوز يور باك؟ باك. كلوز يور باك يعني ايه؟ كلوز يور باك ايه؟ ايه في اقفل كتابك. كتاب.
let's هتبقى let's play مفيش غيرها. يعني ايه let's play يا شهد؟ هي بينا نلعب. برافو عليك انت مذاكره كويس يا شهد. احمد حسين بيقول لي look read and complete، انظر اقرا واكمل. جماعة دول حاطين شنطهم قصادهم على الديسك. مستر نعم انا مش سامعك انت الجهاز عندي لاجنك. ده يبقى النت عندك بطيء لان شهد سامعاني كويس وباقي زمالك سامعيني كويس، يبقى النت عندك انت بطيء. دلوقتي انا سامعك. شفت بقى بقول لك النت بيروح ويجي عندك. open your، يا ترى لما كل واحد حاطط شنطته وقافلها المس هتقول له ايه؟ open your ايه؟ ها؟ open your book؟ لا تقول له open your bag. your bag. open your bag. تعرف تعمل spelling spell bag، تقول الحروف بتاعتها تهجاها يعني. ها؟ عارف الحروف بتاعت bag؟ b b a g a g. تمام؟ طيب هنا موزعين اقفل خلاص يا احمد. حمزه يفتح المايك. حمزه اتفضل. طيب هنا بيقول لي ايه يا حمزه؟ كلوز يور، وحاطين الكتب قصادهم وقافلينها، وهي بتقول لهم اقفلوها. يعني كتاب كتاب جيم مختلف شويه انه بيجيب لك بيجيب لك النتيجه بعد ما لا ما انت كنت ماشي كويس، هي كانت بوك فعلا. يلا سبيل بوك. هجا بوك. ها بي بوك. لا سبيل يعني هتقالي حرف حرف. بي ها بي او ايوه ها او كي كي. عندك حاجه تانية عايز تقولها؟ بوك بي او او كي. ياسين عايزين نرتب الجملة دي. يا سين جايبها لي متلخبطة وبيقول لي باج واوبن ويور، وهنبدأ بأوبن. يبقى نقولها ازاي؟ اوبن يور. اوبن يور. برافو عليك. باج. انت بقيت شاطر خالص يا سين. اوبن يور باج. طيب بعد كده الدور على الأستاذ معاذ. اتفضل يا معاذ. كلوز وبعدين ايوه بوك. كلوز يور بوك. تمام. بعد كده الدور على الاستاذه شهد. اتفضلي يا شهد. اتفضلي. بيقول لي يور باك كلوز، نقولها ازاي؟ كلوز يور باك. يور باك. تمام. الدور دلوقتي على احمد حسين. اتفضل يا ابو حميد. بوك يور اوبن. بوك يور اوبن. اوبن. اه وهنبدا باوبن طبعا عشان هي اللي باللون المختلف. اوبن اوبن يور بوك. تمام تبقى اوبن يور بوك. تمام صح. نقفل المايك. حاضر. الديكتيشن ده برضو ده صفحة 40 اللي احنا مش عارف هي دي نفس الصفحة ولا لا اللي احنا قلناها من شوية. تمام. هلو لوك اند رايت. هلو اي ام مس مونا. اوبن يور باج. اتس يور تيرن. ماشي كل ده جميل. جنرال براكتس. الله ده احنا هنشبع تدريبات النهاردة. استاذ حمزة يلا. حمزه احنا فنشنا كل الكتب. حمزه حضرتك يا مستر. يلا يا حمزه. بيقول لي هنا ليتس بلاي ولا ليتس ايت؟ الجماعه دول بيعملوا ايه؟ بلاي ولا ايت؟ بلاي. ليتس بلاي. تمام يبقى ايه؟ هيا بنا نلعب. الاستاذ ياسين التدريب اللي بعده نمبر 2. الاثنين دول بيسلموا على بعض يعني بيعملوا شيك هاندز ولا هلو شيك هاندز. ماشي يا سين شكرا. معاذ اتفضل. نمبر 3 ده باج ولا باك؟ باج اور باك. ها
ده انت النت عندك في الانعاش خالص. باك باك باك. خلاص اقفل اقفل. تمام. شهد وليد. شهد ده هاني ولا يوسف يا شهد؟ ابو شعر كيرلي ده هاني ولا يوسف؟ يوسف. يوسف. تمام. عندنا كم تدريب؟ التدريب الثاني والثالث. طيب في امتحان ثاني بعد ده هنشوف. احمد حسين اتفضل. احمد اي يلا يا احمد. هنا بيقول لي read and number the picture. هتقرا وتشوف الجمله دي ماشيه مع اي صوره عشان نحط الرقم. رقم نمبر 1 ده نكتبه في انهي صوره في دوله. read يعني اقرا يعني انت... ايوان your bag. open your bag. مين هنا المدرسة بتقول لهم open your bag؟ هنا. اه هنا. هنا فين بقى؟ الاخيرة. الاخيرة خالص. تمام دي تبقى number one. تمام شكرا جدا يا احمد. نقفل المايك. وحمزة. حمزة اتفضل. لما قفلنا المايك والتزمنا السيشن مش بسرعة اهو الدنيا تمام. انت اللي بتستفيد في الاخر. نقفل المايك والاستاذ حمزه يفتح. اقرا لي نمبر 2 دي اهي. جود باي. جود باي. فين الصوره دي بقى؟ اللي تحت. تحت. تمام. البنتين دول سايبين بعضهم وبيقولوا الى اللقاء. جود باي. ياسين يتفضل. نمبر 3 ياسين. كلوز يور باك. كلوز يور باك. اللي فوق على اليمين. اللي فوق على اليمين. close your book. تمام. طب نتأكد كده. close your book. تمام صح. وهتبقى دي طبعا open your book هي آخر واحدة ما فيش غيرها في الاختيارات. طيب نروح لمعاز ويقوم هنا بيقول لي read and choose. صورتين بس على كل كلمة هنختار منهم واحدة نعمل عليها السيركل بتاعتنا. اول واحده بس. هنا بيقول لك اقراها انت. برافو عليك. بس فين الباص في الصورتين اللي قصادهم دي ولا دي؟ اول واحده. اول واحده. برافو عليك يا معاذ. كتر التدريبات هيخليك تحفظ الكلمات وتحفظ الوحده الاولى. تمام. اي سؤال هيجي لك في الامتحان هتبقى انت خدته سواء جالك من اي كتاب خارجي او من اي مكان. البيزي بي يا استاذ احمد حسين. احمد حسين معايا؟ معاك. فين البيزي بي في الصورتين دول؟ في الصورة الثانية. الصورة الثانية دي البيزي بي. حمزة رقم 3 ايه الكلمة دي في رقم 3؟ ها بلو. بلو يعني ايه بلو اساسا؟ اللي هو الازرق ولا البني؟ ازرق. ازرق. تمام زي الفل. الاستاذ ياسين نمبر 4 اقراها كده قول لي ايه الكلمتين المكتوبين دول. مش منى. فين مس منى هنا؟ دي ولا دي؟ اللي لابسه نظاره. اللي لابسه نظاره. برافو عليك. طيب تمام هتاخد لي التدريبات دي واجب 4 و5 و6. تمام 4 و5 و6 من كتاب جيم. هتكتب لي كل صوره تحتيها الكلمه بتاعتها. يعني دي هتكتب باج. تمام. دي تقريبا هنا. لا مستر. نعم بس استنى عشان تصور القطعة عشان نعرف نعملها. أميرة علشان مش لابسة نظارة. حد بيتكلم؟ حد بيقول حاجة؟ حد بيتخانق؟ يا مستر احنا بس خليك بس دي الصورة عشان بس احنا هنصورها عشان نعرف نعملها الواجب. طب انا مش عايز اتعبك ثواني بس اشوف لك اللي بعدها ايه. ثواني كده نعمل كلير للصفحة دي ثواني بدل ما تصور وتوجع دماغك. في assessment هنا. تمام. طيب خلينا نرجع نكمل الصفحة دي وناخد اللي بعدهم واجب عشان تبقى تدريب على بعض من number 1 لنمبر 7. يبقى ده الواجب بتاعك. فخلينا احنا نكمل هنا الأول وبعدين نبقى ناخد الواجب. معاذ يا معاذ. هنا تحت الصورة دي. تمام هنكتب باج. يلا اكتب باج كده قول لي وانا اكتب. يلا بي ال
بي اي جي، برافو عليك. اعتقد ان دي اميرة، صح يا شهد ولا انا غلطان؟ اميرة. اميرة، يلا اميرة تعرفي تقولها لي كده؟ ها اي ايوه ام ام ايوه اي اي ار اي اميرة. تمام. كلمة بس يا أستاذ أحمد حسين تعرف السبيلنج بتاعها؟ سهلة، ثلاث حروف. يلا. بي بي، برافو. بي يو بي يو اس. تمام. حمزة دايما جاي مع كلمة بلو، جاية له في كل الأسئلة، دي ثالث مرة تيجي لحمزة كلمة بلو، سواء في الاختيارات سواء في السبيلنج. يعني ده أكتر واحد حفظها حمزة. تمام. يو اي. البنت دي هتقول I am A، البنت اللي بنضارة دي اسمها ايه؟ ياسين. ياسين عشان الوقت. ياسين. I am Hannah. طيب وده مين ده يا استاذ؟ المايك مقفول يا مستر. المايك مقفول. طب يلا خد اللي بعدها، ده اسمه هاني، سبيل هاني كده، قول لي حروف هاني. اتش. ها اتش. ايوه. A. برافو. N. N. أيوة. Y. U. Y. معاذ، عايزين نرتب دي يا معاذ. Book your clothes. نرتبها إزاي؟ نبدأ بكلوز طبعا، تبقى كلوز. ها يلا. كلوز your. ها your book. في مشكلة عندك يا معاذ ولا إيه؟ طيب نسأل بقى شهد، your what's name، هنسأل ما اسمك، نقولها ازاي؟ what's your name. your name. تمام. الدور على أحمد حسين، بيقول لي أميرة. أميرة hello I am، وهنبدأ بهلو. hello I am أميرة. hello أميرة. تمام. الدور صح يعني. الدور على الدور على مين دلوقتي؟ أشهد وليد. نختم بيك يا شهد السيشن بتاع النهاردة. تمام. يلا شهد. Your open bag هتبقى open. open. open your bag. bag. طيب الصفحة الواجب كله يا مستر. أنا أقول الواجب دلوقتي يعني إيه اللي هيتعمل في الواجب كله على بعضه كده عشان نبقى عارفين. هنرجع لورا ثواني كده، أرجع لك لورا بالصفحات. الصفحة دي اللي هي صفحة 40، الديكتيشن. الديكتيشن دي لو عرفت تصورها وتكتب لي الكلمات قصادها أوكي، ما عرفتش خلاص ماشي. الواجب الأساسي بقى اللي هو ده اللي محلناهوش، الاسسمنت، التقييم بتاع كتاب جيم. الصفحه صفحه 44 و45. تعمل ايه؟ سهله جدا انك تعملها من غير ما تصورها. ممكن تاخدها زي ما هي كده من البي دي اف اللي انا بعته لك، وتعمل سكرين شوت بالموبايل، وبعد كده تفتح الايديت.